أحسن الله إليكم، ما رأيكم يا فضيلة الشيخ؟ يقول هذا السائل: ما رأيكم في أخذ القروض من بعض المصارف، وهل في ذلك حذر؟ قروض التي فيها زيادة، المصارف لا تقرض إلا بالزيادة، فهي قروض ربوية، حرام. القرض لا يكون فيه زيادة مشترطة، إنما يرده بحاله من غير زيادة مشترطة، وهي يسمى القرض الحسن. وأما القرض الاستثماري فهذا ربا ولا يجوز، وهو ما تزاوله البنوك. نعم.